مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه من هنا بيروت. استضيف في الاستوديو الكاتب الاقتصادي علي نور الدين. اهلا وسهلا فيك استاذ علي. بموازاة الهلع الذي اصاب اللبنانيين فيما يتعلق بتداعيات الزلزال والهزه الارضيه، ايضا في حاله من الهلع بدات هلع مالي بدات تتشكل، خصوصا انه صار في تطورات ماليه واقتصاديه كثيره من اخر مره يعني كان عندنا حلقه سوا، بدءا من الاضراب الذي اعلنته جمعيه المصارف والذي دخل يومه الثالث اليوم، مرورا بالحمله القضائية لتوقيف عدد من الصرافين، وطبعا هناك صورة مبهمة فيما يتعلق باللاحق من الأيام. رح أبدأ معك هذه الحلقة بالنقاش حول القرار الذي اتخذته جمعية المصارف بالإضراب. هل دخلنا المرحلة الأخيرة من يعني ما المشهد الذي سيرسو عليه المشهد الاقتصادي والمالي فيما يتعلق بتعامل المصارف، ولماذا هذا القرار يعني لأجل غير مسمى حتى فيما يتعلق بمدته، لماذا اتخذ هذا القرار بناء على الأسباب اللي أوردتها جمعية المصارف، وطبعا يعني القراءة ما في بين السطور خلف هذا القرار؟ طبعا هو الخطورة بهذا القرار مش بس أنه لأجل غير مسمى، هو الخطورة بأنه يبدو أن الجمعية تتجه خلال الأسبوع المقبل لتوسيع نطاق الإضراب ليشمل حتى مكانات الصراف الآلي. لما عم نحكي أنه عم نوصل لهون يعني دقينا بمعاشات الموظفين، موظفين القطاع العام والقطاع الخاص اللي هي موطنة الرواتب الأساسة اللي أساسا موطنة بالمصارف. فنحن هون صرنا عم نحكي عن حصار مالي عم تفرضه هيدي الجمعية بإضرابها. بتصنفه كحصار مالي؟ طبعا أنت لما عم تحكي، وخاصة إذا تم تصعيد الموضوع الأسبوع المقبل، وأكثر من وسيلة إعلامية سربت عن اجتماعات جمعية المصارف هيدا الأسبوع أنه في اتجاه خلال الأسبوع المقبل أنه نوصل لتصعيد يصل لحد أنه نوقف شغل بالمكانات الصراف الآلي، يعني ما بقى فيها العالم تسحب حتى معاشاتها. فما بلاقي عبارة بتوصف هيدا المشهد أكثر من حصار مالي عم ينفرض على المجتمع اللبناني بهيدا القرارات. هلأ هون بيصير السؤال أنه هيدا الحصار أو هيدا القرارات اللي عم بتصير من جانب جمعية المصارف، شو الأفق تبعها؟ لوين بدها توصل؟ شو الغاية اللي بدها تحققها؟ هون واحد فيه قارب شوي لوين نحن رايحين وبأي اتجاه عم يدفع قرار الإضراب. إذا بنقرأ البيان اللي أصدرته جمعية المصارف عند إعلان هيدا الإضراب، في كتير إنشاء، في كتير حكي اللي نحن اعتدنا أنه نسمعه بغض النظر عن رأينا فيه، في توصيف معين مثل ما هن شايفينه للواقع، في مظلومية عم يتعرضوا لها بالقرارات القضائية التعسفية اللي صدرت عن محكمة التمييز وقبلها قرارات قضائية أخرى. المطلب الأساسي إذا بدنا نوصل على مطلب ملموس بهذا البيان، يعني الأفق إذا بدك أو السقف اللي هن عم يطرحوا، هو إقرار قانون الكابيتال كنترول، وهيدا الشيء الوحيد اللي قدرت أنا أوصل له من خلال البيان، بالإضافة لكن مطلب صغير هلأ بنوصل لهم. بس أنا الأساس بجوهر هيدا البيان اللي شفته هو موضوع الكابيتال كنترول. أنا برأيي هيدا الإضراب، بتعرف أنت بالمثل اللبناني اللي بيقول عصفورين بحجر واحد، عادة بتدل فيه أنه لما حدا بده يحقق هدفين بخطوة واحدة، أنا برأيي أكثر من عصفور، حتى أكثر من عصفورين بهيدي الخطوة. بس خليني بلش بموضوع الكابيتال كنترول اللي أنا برأيي هو الهدف الأساسي. سؤالان قبل ما نفوت بتفاصيل الكابيتال كنترول. نعم. حددت الجلسة وعلى الأرجح الخميس المقبل وسيقر فيها. إذا كانت الجلسة حددت الخميس المقبل وعلى الأرجح، يعني نعرف النتيجة مسبقا، ليش الإضراب بالزبط. واحد واثنين، أنا بتذكر كتير منيح أنه مع بداية الأزمة في بيان صدر عن جمعية المصارف رحب بالقرار الذي أخذه حاكم البنك المركزي واللي اعتبر فيه أنه ما بالضرورة يكون هناك كابيتال كنترول. فالسؤال شو اللي تغير من وقت هذا البيان اللي بتصور كان صادر عام 2020، يعني بداية الأزمة، واليوم لا تحول هذا المطلب إلى مطلب ضروري من قبل جمعية المصارف؟ شو اللي تغير؟ صحيح، هو السؤالين بيضووا على لب الموضوع اللي عم نحكي فيه. أول شيء، ليه في إضراب إذا في عندنا جلسة نحن متجهين لنهار الخميس المقبل؟ في عندك إشكالية على مستويين بالنسبة لجمعية المصارف التي تترقب قانون الكابيتال كنترول اللي مفروض يكون أول بند على جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب نهار الخميس. الإشكالية الأولى، أول شيء ما في توافق بين الكتل النيابية على مبدأ تشريع الضرورة. يعني في عندك كتل بعد لهلأ عم بتقول منهم التغييريين، منهم الكتائب على ما أعتقد، القوات اللبنانية ما بعرف إذا أخذت موقف حاسم، بس في اتجاه عند المعارضة بشكل عام أنه مبدأ تشريع الضرورة، تشريع بغياب رئيس للجمهورية وبعد ما انتخبنا رئيس، مش متوافق عليه، وخلينا نتجه أول شيء لانتخاب رئيس بعدين منروح على جلسة تشريعية. فهيدي أول إشكالية عنا إياها. الإشكالية الثانية، قانون الكابيتال كنترول منه قانون شعبي،
يعني اليوم إذا في معركة بدها تنخاض لتأمين نصاب لا جلسة مجلس النواب، صعب تقنع الناس وصعب تقنع الجمهور، بغض النظر عن رأيي ورأيك بالكابيتال كنترول، لأنه أنا شخصيا مش ضد الكابيتال كنترول كمبدأ، أنا ضد الطريقة اللي عم ينعمل فيها. بس بغض النظر، كابيتال كنترول بحد ذاته منه قانون شعبي، منه قانون، لأنه أنت عم تقول للمودع أنا عم شرع الضوابط اللي عم تنعمل على السحوبات من المصارف. فأنت عندك أول شيء بدك تخوض معركة النصاب، اثنين بدعم تخوض معركة النصاب وما في توافق على ضرورة الكابيتال كنترول اللي هو أساسا قانون غير شعبي. فكيف المخرج لهيدا الواقع؟ بتروح جمعية المصارف بتخلق حالة تأزم كبيرة بالبلد اللي هي وصلنا لها اليوم بإقفال المصارف، واللي ممكن توصل الأسبوع المقبل لإقفال الـ ATMs. حالة تأزم بتحول الكابيتال كنترول لتشريع ضرورة. ما هو إحنا إذا في عنا قطاع مالي مسكر ومصارف مش فاتحة والـ ATMs ما عم بتسحب معاشات، والمخرج لهذا الموضوع أقروا قانون الكابيتال كنترول لنرجع نفتح البنوك ونعرف نشتغل، وتحججوا طبعا بقرار محكمة التمييز اللي صدر، ويبدو اتخذ كقميص عثمان أنه هلأ طلع هذا القرار نحن بطلنا نعرف نتعامل مع المودعين عنا، كيف بدنا نسحب، صار في استنسابية، ما بنقدر كذا، سكرنا البنوك. بذريعة هيدا القرار القضائي خلقنا حالة تأزم اليوم بالبلد، حولنا موضوع الكابيتال كنترول لتشريع ضرورة. صار في اليوم إذا بتنخاض معركة أنه تعالوا نشرع هيدا القانون، إيه ما البلد مسكر، المصارف مسكرة، القطاع المالي ما عم يشتغل. فأنا برأيي كل هيدا المشهد اللي نحن شايفينه هو مجرد خلق لأزمة معينة لحتى نوصل على مطرح أنه يصير الكابيتال كنترول في داعي لإقراره كتشريع ضرورة بجلسة نهار. يمكن الإفادة الوحيدة اللي ممكن